عليكم ورحمة الله وبركاته. رح أحكي اليوم عن مختصر أو النقاط الرئيسية عن تفسير سورة الناس. مثل ما بنعرف أنه هي آخر سورة بالقرآن الكريم، سورة الناس ذكر فيها الاستجارة والاحتماء برب العالمين من شر إبليس وأعوانه، وأعوانهم من شياطين الإنس والجن. فختم القرآن الكريم بالمعوذتين وبدأ بالفاتحة ليجمع بين حسن البدء وحسن الختام، لأن الإنسان يستعين بالله عز وجل من بداية الأمر إلى نهايته. وسمي الشيطان خناسا لأنه يختفي بذكر الله ويوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر ربه. لهيك لما نقرأ سورة الناس منكون عم نلتجأ ونستجير بالله وهو مالك جميع الخلق. فالحديث يقول: إن الشيطان واضع أنفه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى الفراش جمع بين كفيه ونفث فيهما وقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.